وللوقوف أكثر على قرار محكمة ولاية كارناتاكا الهندية بمنع ارتداء الحجاب وتداعياته، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من نيودلهي السيد عبد المبين سبحاني، رئيس المركز الثقافي العربي الهندي. مرحبا بك معنا سيد عبد المبين. مرحب بكم. مرحب، حياكم الله. كما تتابعون، محكمة في ولاية كارناتاكا تحظر ارتداء الطالبات المسلمات للحجاب في المدارس. أولا، كيف تنظرون وتعاقبون على هذا القرار؟ القرار قرار سياسي بحت، لا علاقة له بالدستورية والقانونية. وكما تعلمون، هناك دوما في أنحاء العالم يكون لعب من خلال ثغرات قانونية توجد في كافة دساتير العالمية. هكذا فعلت المحكمة المحلية في ولاية كرناتكا بأنها تستخدم بعض الثغرات وتستغل بعض الثغرات القانونية في الدستور حتى تبرر قرارها تجاه منع الحجاب. نعم، لكن الحزب يعني له رأي آخر، الحزب الحاكم، حيث يقول إن الحجاب يزعج المساواة ويرسخ التمييز. هل هذا التبرير مقبول مجتمعيا وقبل أن يكون مقبول قانونيا؟ ليس هناك أي قبول لدى المواطن الهندي المتوازن غير متشدد، سواء كان هندوسيا أو مسيحيا أو حتى يهوديا عايشا في داخل الهند. إذا كان لديه أدنى من العقل والتوازن لن يقبل هذا التبرير، وإنما يعلم الداني والقاسي في عموم الهند بأن الحزب الحاكم منذ وصوله إلى سدة الحكم في الهند 2014 والدورة الثانية للبرلمان الهندي 2019 يفتعل الأزمات أزمة وراء أزمة، وينشر الكراهية ضد المسلمين والأقليات الأخرى أيضا، وليسوا فقط مستهدفون هم المسلمون، وإنما ضد الأقليات عموما ولا سيما المسلمين في الهند. نعم، من الأزمات مكاسب سياسية نحو تأسيس دولة هندوسية متشددة ذات لون واحد فقط. نعم، طيب، هل هذا يتناغم بالحديث عن الدستور والقانون؟ هل هذا يتناغم مع الدستور الهندي الذي يقول بأنه يرسخ الحريات والمساواة في البلاد؟ يخالف الدستور الهندي ولا علاقة له بهذا القرار والتبرير بالدستور الهندي، وهناك محامون وهناك قضاة أحرار داخل الهند من كافة القوميات حتى من الهندوس يهاجمون قرار المحكمة وأيضا قرار أو تبرير الحكومة الهندية الحالية، لأن الحكومة الهندية هي التي ترسخ الكراهية والفتنة بين الشعب الهندي الواحد. تكلمت قبل قليل ولو بشكل جزئي عن سبب اندلاع هذه المشكلة الآن في هذا التوقيت، لماذا باعتقادك؟ يعني افتعال هذه الأزمات مرة بعد أخرى ضد المسلمين وبأشكال متعددة، ما الذي يقف خلفه؟ هل هناك موضوع سياسي، موضوع الانتخابات، أم ماذا بالضبط؟ موضوع سياسي إلى ترسيخ حكم الحزب الواحد على عموم الهند وبسط السلطة على كافة منابع الحياة الهندية من ناحية، وهي مخططة من 1924 من خلال الحزب هندوسي متشدد RSS، من ثم هناك افتعال الأزمات بين حين وآخر له أسباب آنية. مثلا الآن هناك حكومات محلية في عموم الهند
وهناك تجرى انتخابات محلية في 5 ولايات، والحزب الحاكم يخسر هذه الانتخابات، فتفعل الحكومة الهندية المركزية كل ما بأسعها لإنجاح الحزب الحاكم في عموم هذه الولايات الخمسة. نعم، حتى ولو بافتعال هذه المشكلات حتى يستطيعوا كسب أعلى قدر من الأصوات. نعم، ولكن الضرر الأكبر يلحق بالشعب الهندي، حيث الأطفال الصغار بالمدارس الهندية من الهندوس بدأوا يكرهون المسلمين بشكل غير متوازن كما ترونه بالإعلام. طيب، يعني هذا ينقلنا للسؤال عن يعني أعداد المسلمين في الهند بصفة عامة، ولا سيما في هذه الولاية المستهدفين بهذا القرار، وكيف ستتصدون لقرار المحكمة القاضي بمنع الحجاب في المدارس؟ بالنسبة للسؤال الأول، بأنه أعداد المسلمين في الولاية الجنوبية كرناطق أعداد ليست بقليلة، وهم أيضا أقوياء وإن شاء الله يتصدون في مواقعهم. عموما في عموم الهند المسلمين بطبيعتهم لا يخالفون الدستور، ويلجؤون إلى سبل قانونية وإلى أمور يمكن لأي شعب حر في العالم أن يلتجئ في مثل هذه القضايا، فإن شاء الله يتصدون ويلجؤون. ولكن الإعلام يضغط على هذه التصرفات ويكتم أصوات المسلمين حتى لا يصل إلى العالم. ثانيا، بأن المسلمين في عموم الهند يعانون ما يعانون، ويواجهون في نفس الوقت كافة الأمور، وهم في الساحة الهندية وحيدون، ومن ورائهم مجرد الدعاء من قبل المسلمين في العالم لا أقل ولا أكثر. نعم، أشكرك جزيلا عبر الخط الهاتفي من نيودلهي السيد عبد المبين سبحاني، رئيس المركز الثقافي العربي الهندي، كنت معنا في هذا الموضوع.